معنا هاتفيا المشاهدين الكرام السيد ياسر النجار محلل السياسي السوري. مرحبا بك سيد ياسر من اسطنبول. بداية، هل تعتقد أن النظام يمكن أن يقدم على البدء بحملة ضد مناطق جنوب سوريا؟ حياكم الله. حقيقة يعني التصريحات التي نجدها على عبر وسائل الإعلام توحي على أن هناك ملف سياسي أو أن هناك عبارة عن لقاءات سياسية ستفضي إلى شيء، ولكن في نفس اللحظة نجد أن هناك يوجد تمركز وتجميع لقوات عسكرية على مناطق الجنوب، مما يعني استعدادات لمعارك عسكرية. هل يا ترى أن النظام السوري يعني يلوح بالعمليات العسكرية من جهة، وبنفس اللحظة هو يخضع إلى ترتيب وتوافق حل سياسي يرضي الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت اتفاقية خفض التصعيد في الجنوب، ويعطي مكاسب اكثر لروسيا، ويفضي على نتائج حقيقيه لما يعني لكي ترشح نتيجه الاتفاقات التي حصلت ما بين روسيا واسرائيل؟ تصوري ان المطلوب بشكل نهائي كخاتمه ان تخرج ايران من هذه المنطقه، يتم اعاده تمكين النظام بشكل ما في تلك المنطقه. لا يعني هذا الامر تمكين النظام بشكل نهائي، ولكن هو عباره عن جس نبض وضغط على المعارضه والفصائل العسكريه المتواجده بالجنوب. اذا الحاضنه المجتمعيه غير متقبله لفكره عوده النظام ووجود مؤسسات للنظام داخل هذه المناطق. اسرائيل كل ما يهمها اخراج ايران. تصريحات النظام السوري يعني تشعر في تناقضات من خلالها، فتارة تجد ان قاسم سليماني يعني يتواجد في هذه المناطق في جنوب سوريا ويصرح عبرها بتصريحات ويهدد ويتوعد النظام يخرج وزير. نعم، ويخرج وزير خارجية يقول أنه لا توجد قوات. إذا قاسم سليماني كان يصور هذه يعني المادة الإعلامية ليس من إيران على يعني طيب. شكل الأدق. سيد ياسر، هناك من يعزو احتمال هجوم النظام على الجنوب والذي يلقى دعما من الكيان الصهيوني بحسب قول بعضهم، إلى يعزو ذلك إلى مخاوف الاحتلال الصهيوني من وجود الثوار أو المعارضة المسلحة على حدود الكيان. إلى أي مدى ترى صحة هذا التحليل؟ يعني بتصوري في نهاية الأمر إسرائيل لا تخشى من وجود الفصائل العسكرية التي لا تملك ترسانة عسكرية حقيقية، والتي لم تعاني من خلال تواجدها طوال فترة الست سنوات الماضية من أثناء فترات تحليل يعني تحرير مناطق المحاذية للحدود مع الكيان الإسرائيلي. أنا بتصوري، ولكن إسرائيل في نهاية المطاف كل ما يهمه أن يكون هناك استقرار في المنطقة. تعلم أن هذه الفصائل لا تعطي رسائل اطمئنان بالنسبة للجانب الكيان الإسرائيلي، وهي أيضا تعلم أن هذه الفصائل لا تستطيع أن تقدم لها في نهاية المطاف أي مكسب سياسي. ولكن وجود نظام متهلهل ضعيف على شكل نظام الأسد، سواء وجود الأسد أو عبر غير يعني من خلال الضامن الروسي، سيضمن مصالح إسرائيل، وستكون إسرائيل لها نفوذ أكبر في هذه المنطقة. أنا بتصوري إسرائيل عبرت بشكل واضح وجلي على أن لديها مطامع في اعتراف الآن في موضوع حضرة الجولان، وبالتالي هذه الفصائل لا تستطيع أن تقدم لها مثل هذا الأمر، بينما نظام الأسد المتهالي يمكن أن تكسب منه هذه المكان. هل تعتقد سيد ياسر أنه لا يوجد أي اتفاق بين روسيا وأمريكا في جنوب سوريا بحسب ما صرح وليد المعلم اليوم؟ يعني بتصوري هناك اتفاق يعني، ولكن اتفاق عائم ليس فيه تفاصيل كثيرة. أنا بتصوري روسيا استطاعت من خلال لقاءات مع إسرائيل أن تقدم ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك مطالب إضافية الآن لروسيا، وهي قاعدة السنف في المنطقة جنوب شرق البلاد. أنا بتصوري روسيا والولايات المتحدة الأمريكية متفقين على الخطوط العريضة منذ بداية الأزمة، ومنذ أن تدخلت روسيا بشكل عسكري، ومنذ أن سلبت روسيا الملف السياسي بشكل كامل. ولكن التقارب أو التفاهم الإسرائيلي الروسي يعطي مزية بالنسبة إلى روسيا لكي تحقق مكاسب أكبر بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية نسبيا. أنا بتصوري كل ما يهم الآن روسيا الآن قاعدة السنف، وبالتالي تكون حققت شيء في إيران عبر انسحابها بمناطق الموازية للحدود مع الكيان الإسرائيلي. بالمقابل تعطي إيران نسبيا مناطق على مناطق تخوم الحدود السورية العراقية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول ياسر نجار المحلل السياسي السوري.